دكتور وليد، اهلا بحضرتك معايا. وبدايه، هو مين الشخص ده؟ يعني صفاته يعني ايه ده؟ ولا مخلوق من ايه هذا الشخص اللي يقدر انه يروح يصور ميت ويعرضه على السوشيال ميديا، سواء بقى لكسب مادي او لكسب معنوي، او مش عارفه هو في دماغه ايه اصلا؟ هو الشخص اللي بيتصرف التصرفات دي بيعاني من اضطراب الشخصيه السيكوباتيه. الشخص السيكوباتي ده يا استاذ انجي بيبقى عنده انحراف اجتماعي دائم انحراف الخروج على اجتماعي. ايوه دائم الخروج على الاعراف، مارق على القوانين، انسان ضد الفطره الانسانيه، منتهك للحرمات، مدنس للاعراض، ملوث الفطره، بيأذي الغير دايما، كل سلوكياته تلاقيها مضره اللي حوالين منه. يعني ده حضرتك هو نفس الشخص ده في بيته تلاقيه بيوقع بين قرايبه، تلاقيه يفتن على زمايله في الشغل، هو بيستمتع دايما انه يفسد العلاقات الانسانيه وينتهك حرماتها وخصوصياتها. لما جت السوشيال ميديا بقت مسرح لاسقاط عورات الانسان السيكوباتي، فبنشوفه يصور موتى، يصور حتى يفشي سر، يشير خبر الهدف منه الشائعات وإثارة البلبلة والقلائل. هو بطبيعته شخص منحرف اجتماعيا، شخص ما بيتكيفش مع البيئة الطبيعية، بتلاقيه دايما شخص مستهتر، شخص مراوغ، شخص مش مباشر، مش واضح. وفي بعض الأحيان بتلاقيه عنده اللذة إنه يفعل الفعل القاسم دوت وهو قاعد منعدم الضمير، مفتقد الأخلاق، مش عارف العواقب الوخيمة اللي ممكن تعود مش على الميت ولا على أهله، على الناس اللي بتتفرج بده. ولذلك في ساعات شخصيه بتبقى شخصيه سيكوباتيه وفي نفس الوقت برضه بتبقى عندها ملامح الشخصيه الساديه، ان هو يستمتع بالاخرين وهم يقاسوا الوان الالم والوان العذاب. بيبقى شخص منعدم الضمير وفاقد الدين، ده المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ازاي هو يجرؤ انه ينتهك حرمه ميت وينتهك جسد ميت لمجرد اشباع رغبه سيكولوجيه عنده؟ على فكره الهدف بتاعه مش هدف مادي، مش زي ما الناس معتقده ان بيبقى ترند او بياخد لايكات لا، في ناس او هدفها يوصل مادي، مشاهده. في ناس هدفها نسبة مشاهدة عالية، وبالتالي ده بيترجم بالدولارات. ما لم يكن عنده انحراف الشخصيه السيكوباتيه مش هيلجأ للفعل ده. ناس كتير ماديه بتفكر في افعال تانيه كتير، بتنتج خصوصيه نفسها، بتعمل حاجات على اليوتيوب من بيوتها، انما هو ده عشان عنده ملامح الشخصيه السيكوباتيه. الشخص السيكوباتي دايما ما بشعرش بالذنب، بالمناسبه ملوش دعوه لا بالمجتمع ولا قيمه ولا اعرافه ولا تقاليده، ما بيقيمش وزن للمشاركه الوجدانيه للاخر مهما كانت مشاعره او احاسيسه، ما بيقدرش مشاعر الاخرين، دايما بتلاقيه انسان عدواني من غير ما يحسب النتائج. وهنا العدوان عدوان معنوي، هو ما ضربش حد وما نكلش بحد، ولكن انتهك حرمه وانتهك حرمه مجتمع في مفهومها الاوسع، المجتمع المصري اللي عنده هويه، اللي عنده بصمه بتميزه، تقدم مصر في اي مكان بتلاقيه عنده ملامح، عنده مجموعه من القيم والتقاليد الموروثه. هو هنا بينتهك حرمات مجتمع مش مجرد حرمه ميت. ولذلك العقوبه من وجهه نظري لازم تكون مغلظه، مغلظه طب لانه مش قاسم. العقوبه، بالنسبه العقوبه، في اتنين لانواع العقوبات، او في مقترحين في مجلس النواب دلوقتي فيما يتعلق بالعقوبه التي ينبغي ان تقع على من ينتهك حرمه الموتى. العقوبه الاولانيه غرامه من 1000 جنيه لغايه 5000 جنيه، العقوبه الثانيه الحبس سنه او بغرامه لا تقل عن 50000 جنيه ولا تزيد عن 200000 جنيه. راي حضرتك ايه؟ أنا رأيي إن حضرتك لو أنت اكتفيتي بالعقوبة المادية أنت فتحتي الباب إن الواحد يخطأ وديتها يعني زي مخالفة المرور هيدفع المخالفة وخلاص. إنما لو العقوبة فيها سجن، أنا أقترح من وجهة نظري يبقى في نوعين من السجن، عن لو واحد انتهك حرمة الموتى وهو مسؤول عنهم، زي لما يكون شغال في ثلاجة حفظ الموتى أو شغال في تكفين جثث الموتى أو طبيب بيتعامل تشريحيا مع الموتى، تبقى عقوبة مغلظة بالحبس المشدد، وممكن عقوبه بالحبس برضه اخف شويه لو كان انسان عادي هو اللي ارتكب مثل هذا الفعل علشان يتنفس بالسيكوباتيه بتاعته وبضميره الميت في التعامل والعبث مع جثه المتوفي.
تمام، أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وليد هندي، أستاذ أو استشاري الصحة النفسية. شكرا جزيلا لحضرتك. ينضم لنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم أهلا بحضرتك، وحضرتك إزاي بترى المواقع اللي ممكن تحاول أو تعمد إلى نشر صور أو فيديوهات بتحتوي على صور لموتى، يعني فيها مشاهد لحد ميت، جسد، جثة هامدة، هل ده يعني بيتماشى مع أخلاق المهنة الصحفية؟ لا طبعا، لأنه ده مخالف لمواثيق الشرف الصحفي ومواثيق النشر وقواعد النشر وقواعد الخصوصية. لكن خلينا نقول انه اللي بينشر الحاجات دي غالبا واللي روجها حتى في الحوادث الاخيره اللي صدرت فيها احكام، يعني دي مواقع السوشيال ميديا وهي اصبحت طرف رئيسي وجزء من هذا الامر. سواء يعني ده اللي احنا بنقوله مش بس على انتهاك حرمه الموتى، هو اولا القانون بيجرم بشكل عام انتهاك حرمه المرضى او فتح قبور او العبث بالاجسام خارج القانون. لكن يمكن مع السوشيال ميديا طبعا، يعني يمكن الدكتور اللي كان بيتكلم، الحياه هي طبعا جريمه وفيها جزء مرض نفسي، لانه اللي احنا بنتكلم فيه احنا كمان مجتمع السوشيال ميديا نفسه محتاج يناقش بشكل رئيسي ويدين هذه الافعال، وانه يبقى في قوانين رادعه، لان السوشيال ميديا النهارده او مواقع التواصل اصبحت فعلا فيها جزء بينشر، واذا حسابات شخصيه حتى فمفترض انه الاعتداء على الخصوصيه او حرمه الموتى او نشر صور لاجساد او موتى او حتى جرحى او غيره، لانه ده القوانين بالمناسبه الموجوده ممكن تكون كافيه جدا، ربما يكون تشديد بعض العقوبات، لكن كل القوانين الموجوده بالمناسبه زي قوانين العقوبات وغيره موجوده ورادعه، لكن احنا بنتكلم على مواقع التواصل مفترض ان هي، والحقيقه انه تعديلات القوانين النشر تضعها باعتبارها جزء من ادوات النشر طالما ان فيها الاشهار وفيها غير. واحنا مش بس ده الحقيقه، هو المجتمع نفسه السوشيال ميديا وربما الخبراء والعلماء محتاجين يناقشوا ده، يبقى في قواعد، لان دي في كل حته في العالم بالمناسبه مش عندنا بس بيتم التعامل معاها بهذا الشكل الرادع، لانه يعني زي ما احنا بنشوف الكلام في تفاصيل قد لا تكون حقيقيه أو الادعاءات أو الافتاءات على القضاء أو الافتاءات على أطراف قضايا أو المرافعات أمام السوشيال ميديا بعيدا عن القضاء، يعني كلها تأثيرات ومحاولة لجذب يعني فولورز أو ناس تانيين. فالحقيقة أنه الترند اللي بيعمل ترافيك في المواقع وبالتالي الموقع يبقى منتشر وموجود والناس كلها بتشير من عنده. الموضوع مش بس يعني يمكن المواقع كلها النهاردة، المجلس الأعلى للإعلام أو مواثيق الشرف بتحكمها، والحقيقه انه اي موقع مشروع ورسمي وحاصل على ترخيص هو يخضع لقوانين النشر وقوانين نقابه الصحفيين وقوانين الشرف الصحفي. هي الخطوره طبعا لو مواقع ارتبك ده ينطبق عليها التجريم اللي احنا بنتكلم فيه، لكن كمان الحقيقه الخطر هنا من انه الفيديوهات الاخيره اللي صدر فيها حكم، الحقيقه ده تم التشهير من خلال حسابات فيسبوك اظن حتى الان، يعني معلوماتي ان ما فيش مواقع نشرت هذا الامر في الداخل او الخارج. طب بالنسبه إذا مواقع طبعا لو موقع طبعا لو حضرتك شخصيا جالك صوره وهتبقى يعني هي هتبقى مستحيل. ده في مواثيق الشرف بالمناسبه وقوانين العقوبات تمنع نشر صور الاطفال في الجريمه، صور اسماء حتى، يعني خلينا نقول ممكن ده بعض الناس تراه انه يعني احنا بنبالغ وكده او في الخصوصيه، لا، اسم المتهم نفسه لحد صدور حكم نهائي. صور المتهم اصلا بريء حتى تثبت ادانته، فهو متهم وانشر صوره، يعني ده انا بجرسه. صور حد ميت او في حادثه او جريح، ده حد ذاته ليه قواعد طالما ان هي تسيء لي او تسيء لاسرته او غيره، فالانتهاك ده جريمه، واظن ان القوانين موجوده، لكن كمان الحقيقه مجتمع السوشيال ميديا محتاج ياخد مبادرات ويتم عمل تحركات جماعيه وفي مبادرات من هذا النوع لادانه وتجريم هذا الامر وفرضه بالاضافه للقانون، لانه القانون بيجرم الاعتداء على الخصوصيه،
اهانه الموتى، نبش القبور، التلاعب في اي نوع من الصور دي، واللي عمله دي جريمه. والحقيقه انه يعني خلينا اقول برضو انه كان في ادانه واسعه على مواقع التواصل نفسها لنشر مثل هذه الفيديوهات، لكن الحقيقه احيانا بعض الناس وهم بيدينوا هذا النشر بيعيدوا النشر على اعتبار ان هم يعني بيضربوا مثلا. ده بيبقى جزء مهم قوي من اعاده النشر ومنح ترافيك للاشياء دي. ومفترض انه قوانين، بالمناسبه قوانين فيسبوك ويوتيوب بتمنع ده اصلا، بتمنع ده واي ريبورت ليها، لكن احيانا بتستمر الفتره، ربما بعض الاطراف بتبقى شايفه انه يستفيد بالمشاهدات وده، بس دي جرائم يجب فعلا التعامل معها بحسب. ومطلوب من يعني مجتمع السوشيال ميديا نفسه انه يبين هذه الادانه. وانا بقول انه في ناس كثيره ادانت، مشكله مش في المواقع لان المواقع لها حسابها، واي انا لو نشرت او اي موقع صح نشر بالظبط، المشكله يمكن الاكبر في المواقع تحت بير السلم او في الافراد ودلوقتي في العالم كله الحسابات الفرديه بغض النظر عن عدد الفولور طالما انها بيتم منها الشير وكذا بتعامل على انها منصات نشر عامه بابليك، وبالتالي ينطبق عليها القانون النشر والتشهير والاعتداء على الخصوصيه واهانه الاطراف وكل ده. اشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك.